ايه الجيل الخامس ده يا دكتور؟ فاهمين الجيل الخامس ده هو ما بعد الجيل الرابع طبعا، يعني اللي هو ال5G. ال5G بالظبط، هو الجيل المتطور اللي نقدر ان احنا نقول هنوصل بيه ابلكيشنز اللي هي اللحظيه، اللي هي ان ريل تايم، اللي هو بحيث ما يكونش في اي تاخير مثلا في مكالمات، في حتى في المكالمات تبقى اقوى، مكالمات اقوى، وبالذات بقى في الاستاد لو في حاجات تجمعات كبيره طبعا احنا على طول بنبقى عندنا مشكله في المكالمه انها تقطع، او الستريمينج او الفيديو الابلود او الداونلود بتاعه. عندنا طبعا في مجال الصحه بالذات العمليات عن بعد، عمليات الجراحيه الدقيقه، ودي كذا في كذا بلد في الخارج اوريدي ابتدوا في العمليات الدقيقه جدا سواء في القلب او في المخ، فبيستخدموا ال5G بحيث ان الدكتور ما يكون مثلا موجود في بلد في مدينه وبيعمل المريض عن طريق روبوت طبعا العمليه في مدينه ثانيه. طب وايه موضوع الاشارات الكهربائيه في المخ دي؟ احنا كلنا عارفين ان مخ الانسان او الجهاز العصبي الانسان كله مليان اشارات كهربائيه. في ناس افتكرت ان الموضوع ده بس يقتصر على الطبيب البشري. احنا في مجال الهندسه وبالذات هندسه الاتصالات احنا بنعمل على تحليل البيانات والاشارات وكل دي، فدي كلها بتبقى تحليلات بنقدر ساعتها مثلا لو شفت قدامي شكل معين للاشاره اقدر اقول ده كان فيه بعد شر عن اي حد حاله من الصرع، ده كان في حالة تانية من التهاب الأعصاب يعني. فكان ده مشروع جديد بيتعمل في ألمانيا، وكنت من أول الناس اللي تحمست جدا طب أنا عايزة أعمل كده، وكان أول مرة حتى الدكتور المشرف الألماني يشرف على بنت من الخارج وعلى درجة بكالوريوس. يعني عادة هو بيبقى في الجريدز الأعلى أو في الديجريز الأعلى. أيوة. الماسترز أو الدكتوراه بالذات. لا حاجه مشرفه قوي يا دكتور، بس ايه اللي خلاكي تختاري المجال ده؟ يعني هل من وانت صغيره كنت بتفكري في يعني ايه اللي خلاكي تروحي السكه دي؟ سكه صعبه قوي. هي تطورات مختلفه، انا عاده كنت بحب قوي مجال الرياضيات والحسابات وعندي شغف جدا بالارقام. فجاه لقيتني اما دخلت الجامعه كنت حابه مجال الكمبيوتر طبعا، ولازلت حابه مجال الكمبيوتر بالذات ان انا ما تخصصتش بس في الجيل الخامس، لا هو كمان في الذكاء الاصطناعي. المواضيع كانت بتشد بعضيها يعني، انا ما كان يطرح قدامي موضوع جديد طب انا عايزه اعمله عايزه ادخله حتى ولو اول حد ومحدش دخل قبلي يلا بينا. الجيل الخامس كانت نفس القصه، اما ابتديت الدكتوراه بتاعتي هو ما كانش في حاجه اسمها جيل خامس، ده كان مشروع اوروبي بيتعامل عن بجامعات مختلفه وبشركات مختلفه، واتيحت لي الفرصه عن طريق دكتوري اللي كان مشرف على درجه الماجستير في المانيا ان رشحني لبوزيشن معين في شركه ياباني، والشركه دي هي اللي عملت ياباني في المانيا بالظبط. تمام، هي كان يعني ليها قمه التكنولوجي في مكان واحد الاثنين ياباني مع الماني. فاما دخلت معاهم ابتدينا الريسيرش والابحاث على ال5 دي او ايه اللي ممكن احنا كل واحد يقترحه، ابتديت احس ان انا عايزه ادي اكتر. دخلت معاهم المشروع الاوروبي لدرجه ان التوصيات اللي احنا خرجناها من المشروع الاوروبي اتاخدت بيها بعد كده في المعايير والقوانين المنظمه للجيل الخامس. احنا فهمنا ان في شركه يابانيه اختارتك علشان تطوري الموضوع ده، مظبوط؟ بالظبط. بالظبط، هو ده اللي خلاكي تدخلي. طب انا عايزه اعرف حاجه، هو احنا يعني احنا فهمنا دلوقتي ايه هو ال5G، بس ال5G بالنسبه لنا احنا كناس كده عاديه هيفيدنا في ايه؟ يعني التطور، احنا كل يوم اولا ظروف الحياه بتتغير، وزي ما حضرتك عارفه احنا عدد المستخدمين اللي بيستعملوا دلوقتي الموبايلز كتير جدا جدا. شبكه الجيل الرابع مش ممكن هتقدر تستحمل كل الاستخدامات دي، بالذات ان الابلكيشنز بتتطور، السمارت فونز بتتطور، الموضوع مش هيقتصر بس على سمارت فونز، احنا شفنا كمان ان في نظارات، في حاجات تانية، والنظارات دي اكتر هتبتدي تستخدم اكتر مع الجيل السادس ال6T ده كمان جاي اكيد. والابحاث اوريدي ابتدت في الخارج فلا يعني احنا محتاجين في كل الابلكيشنز اللي جايه بعد كده اللي هتساعد حتى في مجال الزراعه مثلا الري هيبقى مختلف، في مجال الصحه العمليات الجراحيه هتبقى مختلفه، حاجات هتتسهل على الانسان، مجال الصناعه يعني مصانع كتيره جدا هتقدر ان هي تستعمل الروبوتكس وهتقدر ان هي تبقى متطوره لفكره التحكم عن بعد، وفكره تاني الاي او تي الانترنت اوف ثينجز، والحاجات ان كل حاجه تبقى متصله ببعضها، كل حاجه صغيره ومتصله ببعضها، فاحنا في مكان ذكي الى اقصى درجه.